رايحين الفيوم عشان نحضر ايفنت بتاع تيرا مادري. تيرا مادري ده ايفنت بيحصل حوالين العالم في شهر ديسمبر. فالنهارده سلو فود فيوم عاملين الحدث بتاعهم على موضوع الفول النابت. الحدث السنه دي اسمه ارك اوف تيست، والارك اوف تيست هو تعبير مجازي بيعبر عن انه هذا الارك او هذه السفينه بتتحرك حوالين العالم، بتاخد اي حاجه ليها علاقه بالاكل اللي هو معرض لخطر الاندثار. السلو فود بتحاول تعمله ان هي تحمي المنتج ده وتوصله لاسواق جديده، فتعمل ضجه حوالين منتج الطبيعي كان هيندثر. اول ما بدانا الجمعيه كان كل هدفنا هو الزراعه العضويه، وان احنا ننهض بمحافظه الفيوم ونحولها على سنه 25 انها تكون كلها زراعات عضويه. كنت بطلب منهم عندي هنا في الارض ان احنا ناكل فول نابت، لان احنا ما بنجيبوش والناس بدات تنساه. فول النابت بدا يروح شويه من مصر، او الفوائد الصحيه اللي موجوده في الفول النابت دي يا جماعه لا تعد ولا تحصى. احنا بنحاول ناخده نعمله سلطه، بنعمله شوربه، بندخله في اكل تاني. فول النابت الميه اللي تسرق فيها فول النابت فيها ليمون وكمون وفيشن وستك. هنعمله النهارده بالفريك، والفريك من الحاجات اللي بدات تنقرض شويه برضه، يعني ما عادش كتير بيستخدم الفريك. طبعا عشان الاكل يعجب الكل في فراخ في الموضوع. وفي عندنا مشروب في الكركديه بالليمون. هنعمل بولد تشيكن، هنشيل اللحم لوحده طبعا، دي فراخ فيومي بلدي من هنا من الفيوم يعني. الفراخ الفيومي بالذات اللي هي البجاوي والدندراوي والحاجات دي في طعم قوي جدا جدا للحمه. فريك وفراخ وطبعا فول نابت اهو، وحاطه شويه بيستو طماطم وشويه بصل وحلو قوي. حلو الاكل؟ حلو زي الفل.